أهلا بحضراتكم مشاهدينا، نحييكم من هنا من مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث نشهد بعد قليل الحدث الأول من نوعه هنا على أرض مصر. البطولة العربية العسكرية للفروسية في نسختها الأولى والتي تنظمها القوات المسلحة برعاية وبتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بالتزامن مع ذكرى غالية على قلوبنا جميعا، الذكرى 42 على تحرير أرض سيناء التي تعد فخرا لنا جميعا، لكل أبناء مصر الذين قدموا أرواحهم ودماءهم للحفاظ على رفعة هذا الوطن وترابه، ولكي تظل دائما مصرنا الحبيبة دائما أبية عزيزة. مساء الخير يا عبد الله. مساء الخير إيهام، ومرحبا بحضراتكم. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. مثلما أشارت ريهام، نحن الآن في نادي الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في انتظار انطلاق الحدث الأول من نوعه، البطولة العربية العسكرية للفروسية، والتي تأتي بالتزامن مثلما أشرنا مع الذكرى 42 لعيد تحرير سيناء. فالأيادي التي استطاعت أن تحرر كل شبر من أرض مصر هي ذات الأيادي التي استطاعت أن تقوم باكتثاث الإرهاب من جذوره من أرض الفيروز لتشهد سيناء نهضة تنموية لم تشهدها في تاريخها. هي أيضا ذات السواعد، هي التي استطاعت أن تتحدى الزمان والمكان والتاريخ وتقوم بإنشاء هذا الصرح العالمي العملاق الذي ولد عملاقا. فمصر تبدأ من حيث تنتهي الآخرون. بالفعل هذه المدينة الرياضية التي نقف الآن هنا في نادي الفروسية تحديدا، هذا الصرح الرياضي الذي يعد هو أحد أكبر الصروح الرياضية الموجودة هنا ليس فقط في مصر ولكن أيضا في منطقة الشرق الأوسط. مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بما فيها من منشآت رياضية كثيرة للغاية لكي تستضيف البطولة الأولى من نوعها، البطولة العربية العسكرية للفروسية والتي تستضيف مصر وتنظمها القوات المسلحة، وذلك لأول مرة لكي تضاف إلى سلسلة النجاحات التي تتميز بها مصر وتعبر عن مكانة وثقل مصر في استضافة البطولات الرياضية ليست فقط المحلية ولكن أيضا العربية والعالمية. وبالتأكيد نذكر طبعا استضافة مصر لكأس العالم لكرة اليد محمد، وكذلك أيضا بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية وغيرها من البطولات. واليوم تستضيف مصر هذه البطولة العالمية والبطولة العربية العسكرية الأولى هنا من نادي الفروسية في العاصمة الإدارية الجديدة. يشارك في هذه البطولة، البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية، 11 دولة عربية، 4 دول من منطقة الخليج هي السعودية الإمارات الكويت وقطر، ودولتان من شمال إفريقيا الجزائر وتونس، بالإضافة إلى الأردن وليبيا. هذه البطولات الإقليمية والهامة بالتأكيد كانت هناك محددات أساسية استطاعت مصر من خلالها أن تستضيف هذه الأحداث الرياضية الهامة. نذكر من هذه المحددات البنية التحتية الموجودة هنا بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية والمهيئة لاستضافة الأحداث الرياضية الإقليمية والدولية الهامة، وأيضا اهتمام القيادة السياسية بالبنية التحتية والدعم اللامحدود لكافة الأنشطة الرياضية. الاهتمام بالبنية التحتية والمنشآت الرياضية وكذلك أيضا الاهتمام بالشباب وبالبنية الشبابية، دائما ما نتحدث عن بناء الإنسان، وبالتأكيد من أبرز العناصر الخاصة ببناء الإنسان بناء الإنسان صحيا ورياضيا وجسديا. كل أجهزة الدولة بتعمل بتوجيهات من القيادة السياسية، وذلك من أجل العمل على تطوير البنية الشبابية من خلال هذه المنشآت الرياضية المتطورة والبنية الأساسية التي بالفعل هي مؤسسة على أحدث المعايير العالمية التي تؤهل مصر دائما لكي تفوز باستضافة مثل هذه البطولات العالمية. واليوم مثلما ذكرنا أنها بتستضيف ولأول مرة الحدث الأول من نوعه على أرض مصر، البطولة العسكرية العربية للفروسية والذي تنظمه القوات المسلحة المصرية، وذلك في تأكيد على اهتمام القوات المسلحة القيادة العامة للقوات المسلحة بتأصيل رياضة الفروسية هنا في الملاعب المصرية، وذلك من خلال المنشآت الرياضية والمنشآت المؤسسة
من أجل تربية الخيول والحفاظ على السلالات العربية والنادرة من الخيول، بالإضافة أيضا إلى كل ما يتعلق بالعلاج البيطري أيضا للخيول، بل وإنشاء أكاديمية من أجل التدريب على الخيول، وأن يكون هناك كل الملاعب المخصصة لممارسة هذه الرياضة اللي بتعتبر بالفعل من أرقى الرياضات، بتساعد على الانضباط وعلى الاتزان وعلى التواصل الروحي والجسدي الدائم مع الخيول، مع اللياقة البدنية طبعا في ممارسة هذه الرياضة. نعم، 80 فارسا يشاركون في البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية، وأيضا البطولة الدولية للفروسية، بالإضافة إلى إقامة نهائي دوري الناشئين وبطولة الجمهورية للفروسية بمشاركة 128 فارس مصري. هؤلاء جميعا سيكونون شهود عيان على ميلاد الجمهورية الجديدة ومناحي التنمية التي تتواجد في كافة مناحي الحياة في مصر. هذا الصرح الرياضي العملاق المتواجدين فيه الآن سوف يشهد عليه مثل ما أشرنا هؤلاء الأبطال المشاركين إقليميا وعالميا على ميلاد الجمهورية الجديدة. الجمهورية الجديدة بكل ما فيها والتي تم تثبيت دعائمها من خلال الكثير من المشروعات المهمة، وربما من أبرز هذه المشروعات هذا الصرح الرياضي العملاق الذي نقف فيه الآن. مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية التي تتسع للكثير من المنشآت الرياضية والمنشآت العامة، بها بالتأكيد استاد مصر الذي يتسع إلى حوالي 90,000 متفرج، بالإضافة أيضا إلى الكثير من الصالات المغطاة للألعاب الفردية والجماعية، بالإضافة أيضا إلى مدينة مرابط مصر التي تتكامل مع مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية لكي تعزز من المنظومة الرياضية هنا على أرض مصر، هنا من العاصمة الإدارية الجديدة التي أصبحت بالفعل الآن في مصاف الدول العالمية، المدن الذكية الخضراء. هذه المدينة التي تحولت من صحراء جرداء إلى مدينة ذكية خضراء تتسم بأهم وأحدث التصميمات معمارية لكل ما فيها من منشآت، بالإضافة إلى المساحات الخضراء، وكذلك أيضا بالإضافة إلى حماية مصر من التلوث، وذلك بالخروج من الوادي الضيق ومن القاهرة إلى المساحات الخضراء، وأيضا الحفاظ عليها من مختلف الانبعاثات الضارة الموجودة في الأماكن المتكدسة. إذا مشاهدين، مدينة مصر للألعاب الأولمبية مثلما ذكرنا هي صرح رياضي عملاق بالفعل بيتسع للكثير من المنشآت، وكما ذكرنا أنه مرابط مصر هذه المدينة الدولية المعنية في الأساس بكل ما يتعلق بشؤون الخيول، تربية الخيول. هناك مدرسة فنية متخصصة في تربية الخيول، أكاديمية عليا أيضا للتدريب على ركوب الخيل، مستشفى طبي للطب البيطري لعلاج الخيول، بالإضافة أيضا إلى مصانع لكل المواد والعتاد الخاصة بالخيول بدءا من الحدوة، وكذلك أيضا كل مستلزمات الخيول والأدوية أيضا التي تعالج مختلف الأمراض الخاصة بالخيول، وأماكن حتى الفرق التي سوف تشارك في المسابقات المختلفة للخيول المصرية والعربية وإن شاء الله في المستقبل الخيول أيضا العالمية. صحيح، يعني المضمار الذي خلفي والذي سيشارك فيه المشاركون من مختلف الدول تم تصميمه بشكل فريد من نوعه، يعني هذا المضمار والحواجز التي ستقفز عليها الخيول تم تصميمها لأشكال من معالم سياحية في مصر مثل كوبري قصر النيل، كوبري ستانلي بالإسكندرية، وأيضا الحضارة الفرعونية المصرية. أيضا في الفترة الأخيرة شهدت الرياضة الفروسية اهتمام كبير من القيادة السياسية، بالإضافة أيضا إلى الجهات المعنية، ومن ثم نجد أبطال مصريون يشاركون في منتديات دولية وفعاليات دولية كبرى مثل البطل نائل نصار الذي سيشارك في أولمبياد باريس إن شاء الله. أيضا هناك شريحة هامة للغاية ظهرت للعيان في الأونة الأخيرة، وهي تحظى باهتمام كبير جدا من القيادة السياسية، فهي في وجدان وعقل القيادة السياسية، وهي ذوي الهمم ذوي الاحتياجات الخاصة. هناك الفارسة المصرية إسراء والنجار، وهي أول فارسة مصرية وعربية من ضعاف البصر تشارك وتمارس رياضة الفروسية في مصر. هناك أيضا البطل وائل همام، وهو أول مصري مبتور
اليدين يشارك أيضا في بطولة الفروسية. إذن أعتقد أنه هذه النقطة هي من أبرز النقاط المهمة جدا اللي بتميز هذه البطولة. محمد، ذوي الهمم القادرون باختلاف الذين يشاركون في كل الفعاليات التي تشهدها الدولة المصرية، وذلك بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية وباهتمام من كل الأجهزة المعنية على مشاركة القادرين باختلاف في كل الفعاليات التي تشهدها الدولة المصرية، لما يتميزون به من ميزات خاصة تميزهم بشكل أساسي لكي يشاركوا في فعالية مهمة مثل الحدث الأول من نوعه الذي نشهده اليوم، هو البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية التي تنعقد من هنا من العاصمة الإدارية الجديدة ومن نادي الفروسية. بالتأكيد محمد، لو تحدثنا عن تاريخ الخيالة العسكرية أو نادي الفروسية لدى القوات المسلحة، بالضبط لنا يعني باع كبير وتاريخ طويل جدا لنادي الخيالة العسكرية اللي بدأ من عصر محمد علي في 1805، ولأنه كان بيهتم في هذه الفترة بتحديث الجيش بأهم العتاد، وبالتأكيد الخيول بتعتبر من أبرز الأدوات الخاصة بقوة الجيش المصري، وبعد ذلك تطور سنة 1922 إلى وحدات الخيالة، وفي 1968 أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة القرار أنه هيتم إلغاء وحدات الخيالة، وبدلا منها سيكون هناك نادي الفروسية للقوات المسلحة التابعة لإدارة المدرعات. وحتى هذه اللحظة هو النادي موجود في مكانه حتى الآن في منطقة الماضة، ويمكن أبطال وفرسان القوات المسلحة المصرية الباسلة هم كانوا النواة الأساسية لإنشاء الاتحاد المصري أو الاتحاد المصري منتخب، والذي أقيم بعد ثورة 52 مباشرة، بالتحديد في أكتوبر 1952 تم إنشاء انتخاب أول اتحاد مصري للفروسية، وكان معظم أعضائه من الفرسان وضباط القوات المسلحة المصرية، وأيضا ضباط القوات المسلحة وفرسان القوات المسلحة المصرية هم يشاركون في كافة الفعاليات المحلية والإقليمية الدولية ويحملون المراكز الأول في هذه الفعاليات. بالفعل استطاعوا هم يحققوا فوز كبير جدا، المراكز الأولى في مختلف المسابقات الإقليمية والعربية وكذلك أيضا العالمية، وبالتأكيد هذا الحدث الكبير الذي نشهده اليوم هو البطولة العسكرية العربية للفروسية، والذي ينعقد لأول مرة هنا على أرض مصر، بتشارك فيه أيضا الكثير من الشركات الوطنية كجهات راعية لهذه البطولة المهمة، بتنظيم من القوات المسلحة المصرية وبرعاية وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. وزارة الشباب والرياضة بالتأكيد لها دور كبير في هذا الحدث المهم، للتأكيد أيضا على مدى جاهزية المنشآت المتطورة رياضيا، البنية الأساسية المتطورة، وذلك وفقا لأعلى وأحدث المعايير في يعني إنشاء مثل هذه المنشآت القادرة على جذب المسابقات العالمية بشكل كبير، وهو ما يليق باسم مصر وبمكانة مصر في الفوز بهذه المسابقات وهذه البطولات. وها هنا اليوم مصر تستضيف هذه البطولة الأولى من نوعها، البطولة العربية العسكرية للفروسية، وذلك من هنا أيضا من العاصمة الإدارية الجديدة. نظرا لوجود البنية التحتية المتطورة والتي تم إقامتها بالمقاييس الدولية والعالمية، أيضا مصر مهيئة لاستضافة حدث رياضي هام أيضا في عام 2025، هناك مساعي مصرية لاستضافة الأولمبياد في عام 2036. لكن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية هي تأتي ثمار اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبنية التحتية الرياضية والشبابية في مصر. هذه المدينة تم تدشينها وإشارة البدء من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2019، والمدينة رأت النور بهذه المقاييس العالمية في عام 2022، وأصبحت مهيئة بعد إقامتها لاستضافة البطولات الدولية الكبرى، وهي بالفعل الآن تستضيف البطولة تلو الأخرى، وأيضا في انتظار استضافة بطولات عالمية أخرى.
إذا ما تحدثنا بلغة الأرقام محمد، مثلما ذكرت بالفعل أنه مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية هي بتسعى الكثير من المنشآت الرياضية المتطورة للغاية، كما ذكرنا منذ قليل بالنسبة لاستاد مصر الذي يتسع لحوالي 90,000 متفرج، كذلك أيضا هناك الصالات المغطاة للألعاب الجماعية وأيضا الألعاب الفردية، كرة اليد كذلك أيضا لكرة السلة، الكرة الطائرة، هناك صالة مغطاة بتسع تقريبا 15,000 متفرج، وصالة أخرى بتتسع لحوالي 8,000 متفرج، بالإضافة أيضا إلى صالات ألعاب القوة وصالات أيضا الرياضة الخاصة بالرماية، سواء كانت الرماية بالخرطوش أو اليدوية أو الإلكترونية، بالإضافة أيضا إلى مختلف الملاعب، ملاعب التدريب، ملاعب أيضا المنافسات والمسابقات الرسمية، المنصة الرئيسية، المباني الإدارية، كذلك أيضا مستشفى للطب الرياضي مثلما يطلق عليها، كذلك أيضا أماكن مهمة جدا لاستضافة الفرق المشاركة في مختلف المسابقات التي تستضيفها مصر، بالإضافة أيضا إلى منشآت فندقية وأيضا منشآت أخرى بالنسبة للعاملين هنا، وهو ما يستوجب منا تقديم كل التقدير والتحية للهيئة الهندسية للقوات المسلحة على هذا الصرح الكبير عالميا، والذي يؤكد على الثقة من قبل العالم أجمع في مصر لاستضافة مختلف هذه المسابقات، ليس فقط على النطاق المحلي والعربي ولكن أيضا على النطاق العالمي. يعني استكمالا لغة الأرقام اللي انت كنت تتكلم بيها ريهام، يعني مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية أيضا بها مجمع لكافة الألعاب، يعني أي لعبة ممكن تخطر في بالك هي موجودة هنا في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، هناك مجمع للتنس يسع لخمسة آلاف متفرج، مجمع للعبة الاسكواش يسع لألف متفرج، مجمع سباحة لسباحة أولمبية وغيرها من حمامات السباحة الأولمبية يتسع لثلاثة آلاف وخمسمائة متفرج، إذن نحن أمام صرح عملاق للغاية. أيضا هذا الصرح العملاق هنا في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية هناك حالة من التطور، هي التطور سمة هذا العصر، هناك نظرة مستقبلية لإنشاء أيضا نادي العاصمة الإدارية والذي سيتسع للعديد من الألعاب ومنها لعبة الفروسية، سيكون هناك نادي للفروسية على مساحة 80 فدان، بالإضافة إلى النادي الفروسية الذي نقف فيه الآن والذي يقام على مساحة 27 فدان، وأيضا مثلما أشارت ريهام إلى التكامل الذي توليه القيادة السياسية والذي جعل هذا المكان يشهد تطورا تلو الآخر، هناك مرابط مصر والتي ستتكامل مع مدينة مصر للألعاب الأولمبية وتم إقامتها على مساحة 1500 فدان بتكلفة 1.5 مليار جنيه، ستكون مدينة عالمية وقبلة للشرق الأوسط لكل محبي ورواد الخيول هنا. هي المدينة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، مدينة مرابط مصر الدولية المعنية في الأساس بالحفاظ على تربية الخيول والحفاظ على السلالات العربية والمصرية أيضا النادرة من الخيول المصرية، هي بيها الكثير من الأنشطة المتعلقة بكل ما يتعلق بالخيول، تربية الخيول وأيضا التدريب للخيول، أكاديمية مختصة بهذا الشأن تحديدا بتربية الخيول وبالتدريب على ركوب الخيل، بالإضافة إلى مدرسة فنية متخصصة في تربية الخيول، أيضا بالإضافة إلى المنطقة المحجرية التي يتم فيها تربية الخيول المعدة إلى التصدير، بالإضافة أيضا إلى مثلما ذكرنا المصانع المختلفة الموجودة لصناعة كل ما يتعلق بالمعدات والمستلزمات الخاصة بالخيول الموجودة في مرابط مصر. مرابط مصر هذه المدينة العالمية المعنية بالحفاظ على الخيول المصرية والعربية والسلالات النادرة بشكل أساسي، بها أيضا الكثير من المنشآت التي تعمل على خدمة الفرق التي تتواجد هنا والتي تشارك في المسابقات المختلفة، بالإضافة أيضا طبعا إلى الكثير من المنشآت الأخرى في كل ما يتعلق بالخيول المصرية والحفاظ عليها، تأصيل الفكرة الخاصة برياضة الفروسية لما لها من مردود سياحي ومردود اقتصادي، هي قيمة مضافة مهمة جدا بالنسبة للاقتصاد المصري. We'll be right back.
فندم عميد أركان حرب إيهاب إبراهيم عبد الحميد رئيس فرع تدريب إدارة المدرعات. برحب فندم بسيادتك بمتحف الجواد العربي المصري المصغر، وأستاذن سيادتك في بدء تفقد المتحف. القسم الأول يا فندم وبيتكلم على الفروسية في عصر أسرة محمد علي باشا ودورهم في تنسيب الخيول والوصول لأصل الأنسال، بدءا من محمد علي وإبراهيم باشا والأمير طوسم، مرورا بعباس حلمي الأول، واللي كان له دور كبير جدا في الحفاظ على النسل الخيول المصرية، وكان أيامه فنم مؤسس ويعتبر مؤسس مملكة الخيل المصرية الحديثة. في مجموعة فنم من اللوحات الفنية تم رسمها بواسطة فنانين فرنسويين تم استخدامهم بواسطة محمد علي لتوثيق تلك الفترة، بالإضافة فنم لعدد من المراجع بتتكلم على الشخصيات البارزة اللي كانت موجودة في عصر أسرة محمد علي، كان أهمها عباس حلمي الأول، بالإضافة لإلهامي بيه ابن عباس حلمي الأول، واللي كان وصلت فنم عدد الخيول في اسطبلاته 2825 فرس، بالإضافة فنم للدور العظيم اللي لعبه علي باشا الشريف اللي استمر في تربية الخيول لمدة 40 سنة وأنتج ما يقرب من 400 فرس، بالإضافة فنم للدور اللي لعبه محمد علي باشا في تدوين كل ما يختص بالخيل العربي المصري، وكان له عدد من المؤلفات كان أهمها فنم رسالة في الخيل ورسالة في خدمة الخيل والعنابي. وأستاذن سيادتك فنم في تفقد القسم الثاني. القسم الثاني فنم بيتكلم على تاريخ العربي المصري، تاريخ الخيل العربي المصري. دخل فنم الخيل العربي المصري، دخلت الخيل فنم لمصر في 1780 في عصر الدولة الوسطى، في أواخر عصر الدولة الوسطى. المصريين فنم ارتبطوا بالخيل جدا لدرجة ان هم كانوا بيقتنوا احسن السلالات، بالإضافة فنم كان في مقولة لرمسيس الثاني ان هو اللي استخدم الخيل من الصحراء وقام على تربيتها وتدريبها. بالإضافة فنم عندنا فنم هنا الجواد العربي نظير، وده كان يعتبر ابو الخيول المصرية وعميد عائلة الخيول الملكية، وده كان من أشهر الخيول في القرن العشرين وأكثرهم فحولة، وأنتج عدد من الفحول ما زال مربي الخيل بيبحث عنه حتى الآن. فيها فنم عندنا شهادة النسب الأصلية، ودي عمرها 1900 من 1934، بالإضافة فنم لشهادة نسب الأب، بالإضافة لكتاب فنم بيتكلم على سجل أنساب الخيول العربية في الجمهورية المتحدة، آخر تحديث ليه 1924. بعد كده فنم ده كتاب أمريكي بيتكلم على الخيول المصرية بالأسماء. بعد كده فنم كتاب اسمه اسطبلات حمدان، وبيتكلم على أهم الخيول اللي كانت موجودة في الاسطبلات، وكان طبعا من أهمها الحصان نظير. أستاذ سيادتك معلش فنم القسم الأخير. القسم الأخير فنم بيتكلم على شهادات ميلاد وأنساب الخيل العربي المصري. كان في بعض الاشتراطات وضعتها الجمعية الزراعية الملكية اللي هي مزرعة الزهراء الآن، إن لازم يكون الخيل عشان أنسب خيل لازم يكون يبقى حصان طلوق، لازم خالي من العيوب الوراثية، متناسب الأعضاء، جميل الرأس. وده سيادتك مجموعة من شهادات النسب للخيول بيعود بعضها لسنة 1916 متواجدة فنم أمام حضرتك، وهي عمر فنم. أخرى مشاهدينا عدنا إليكم من هنا من الحدث الأبرز الذي تشهده مصر ولأول مرة، النسخة الأولى من البطولة العربية العسكرية للفروسية والتي تنظمها القوات المسلحة المصرية برعاية وبتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. تابعنا الآن تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمعرض الموجود هنا في نادي الفروسية والذي يستعرض تاريخ الخير
الخيل المصري العربي. تابعنا معا تاريخ الخيل العربي المصري والمحافظة على السلالات المختلفة، الخيل نظير أبو الخيول وكذلك أيضا عميد العائلة الخيول الملكية وغيرها من المواقع المختلفة الموجودة في هذا المعرض الذي تفقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني حقيقة معلومات هامة جدا ومعرض ممتع للغاية في المعلومات القيمة عن الخيوط والخيول وتربية الخيول. يمكن اللي لمحناه سريعا كده تاريخ وصول الخيول في مصر 1780 قبل الميلاد، دخول الخيول في مصر، ومن ثم باتت يعني موضوع الخيول ده حكاية كبيرة للغاية بشهادات نسب وما إلى ذلك. يعني نشير أيضا إلى نقطة هامة للغاية هنا بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية وبمرابط الخيول، هناك مركز للأنساب لتحديد الأنساب للخيول بأجهزة متطورة وبطريقة علمية للغاية، يتم نسب الخيول وشجرة الخيول وهي هامة للغاية فيما يتعلق بعملية تصدير الخيول والمردود الاقتصادي من عملية تنمية رياضة الخيول هنا والفرسان في مصر. بالفعل طبعا يعني من أبرز الجهود الخاصة بالقوات المسلحة واللي بتؤكد دائما عليها هو العمل على تأصيل هذه الرياضة، رياضة الفروسية، والحفاظ على تربية الخيول وأيضا الحفاظ على السلالات العربية والمصرية النادرة من الخيول بشكل كبير. ومثلما ذكرت محمد أنه مدينة مرابط مصر هذه المدينة الدولية المعنية في الأساس بكل ما يتعلق بالخيول، سواء بتربية الخيول أو بالتدريب على رياضة الفروسية وكذلك أيضا كل الأدوات المتعلقة بالخيول والعيادات البيطرية والأدوية الخاصة أيضا بالخيول، لما لهذه التربية وتربية الخيول بالتأكيد وكذلك أيضا لرياضة الفروسية من مردود مهم جدا من الناحية الاقتصادية، لها إرث حضاري وثقافي وسياحي وتعتبر قيمة اقتصادية مضافة بشكل كبير جدا ولها أثارها الإيجابية في جذب السائحين والمستثمرين وبالتأكيد أيضا في يعني استضافة المسابقات الدولية من خلال هذه المنشآت الرياضية المتطورة للغاية مثل هذا الصرح الرياضي العملاق الذي الآن نتواجد فيه وهي مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية التي توجد تحديدا في العاصمة الإدارية الجديدة، وتحديدا نحدثكم طبعا من نادي الفروسية الذي يستضيف البطولة العربية العسكرية للفروسية في نسختها الأولى بتنظيم من القوات المسلحة وكذلك أيضا بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية بالخيول مثل الاتحاد المصري للخيول، الاتحاد المصري للفروسية، الاتحاد العربي أيضا للرياضة العسكرية وغيرها من الجهات التي شاركت في تنظيم مثل هذا الحدث الرياضي الكبير. يعني عمر الحصان بيتراوح من 20 سنة ل 25 سنة وقد يصل إلى 30 عام، بس بعد سن ال 25 عام لا يشارك في الألعاب الرياضية المختلفة. نادي الفروسية الذي نتحدث منه الآن والمقام على مساحة 27 فدان أيضا بيضم مضمارين كبيرين، مضمار للحواجز ومضمار للأوتاد، وتأكيد هذا المضمار الذي خلفي سيشهد انطلاق البطولة العسكرية البطولة العربية العسكرية في نسختها الأولى من هنا من العاصمة الإدارية الجديدة. أيضا داخل نادي الفروسية مستشفى بيطري مجهز لإجراء العمليات الجراحية لكافة الخيول وأيضا 90 بوكس للخيول، هذا الأمر هام للغاية لأن وجود البنية التحتية الأساسية هو الذي يدفع ويؤهل مصر لاستضافة الأحداث الرياضية الإقليمية والدولية الهامة. بالتأكيد محمد، يعني النقطة اللي انت ذكرتها الآن مسألة الاستضافة، استضافة مصر لهذه المسابقات والبطولات العالمية، ده طبعا مبني ومؤسس بشكل أساسي على المنشآت الرياضية المتطورة، البنية التحتية المؤسسة على أحدث وأعلى المعايير لاستضافة هذه المسابقات والبطولات الإقليمية وكذلك أيضا الدولية مثل هذه البطولة التي نشهدها اليوم، البطولة العسكرية العالمية
العربية الأولى للفروسية، وبالتأكيد أيضا يعني هذه البطولة وهذه المدينة التي نقف الآن فيها، هذا الصرح الرياضي العملاق بيعتبر هو إحدى أهم الثمار الخاصة بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل أجهزة الدولة للاهتمام بالرياضة، الاهتمام بالبنية التحتية والمنشآت الرياضية، وكذلك أيضا الاهتمام بالبنية الشبابية، الاهتمام ببناء الإنسان، بناء الإنسان بشكل أساسي اللي بيعتبر يعني معتمد على كل شيء، سواء بالنسبة للتعليم، بالنسبة للصحة، بناء الإنسان جسديا رياضيا. وبالتأكيد هذه المدينة التي تشتمل على الكثير من المنشآت الرياضية المختلفة هي بتسهم بشكل كبير للغاية في تنمية هذا الملف الهام، ملف الرياضة في مصر، بل ويعزز أيضا من ثقل ومكانة مصر لاستضافة مختلف المسابقات والبطولات العربية والإقليمية والعالمية. صحيح ريهام، يمكن واحنا بصدد الحديث عن البطولة العربية العسكرية للفروسية في نسختها الأولى، يمكن نشير إلى أول بطولة تم إقامتها للفروسية في العالم، كانت سنة 682 قبل الميلاد. الإنسان عرف قيمة الخيل وقيمة الفروسية، والحصان كان جزء أصيل من حياة العربي، ونجده في أبيات شعره، في ثقافته، في مختلف مناحي الحياة. 1900 كان تاريخ هام جدا لكل محبي ورواد الفروسية في العالم، هو اعتماد الفروسية كرياضة وانضمامها إلى الأولمبيات كرياضة رسمية في مختلف الأولمبيات. هنا في مصر اهتمام كبير جدا بهذه الرياضة، رياضة الفروسية، ومثلما أشرنا هناك اهتمام كبير بهذا الأمر. لابد من وجود، حتى تنطلق في هذه الرياضة، لابد من وجود البنية التحتية الهامة والتي تتواكب مع المقاييس الدولية، بل تتخطى حتى هذه المقاييس لتربية الخيول للحفاظ على نسل وأنساب هذه الخيول. هناك أيضا نقطة هامة للغاية، ونحن نعيش في بطولات الفروسية التي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة. هناك أيضا بالتزامن مع هذه البطولات هناك منتدى الفروسية، والذي يتم استضافته أيضا هنا في مصر. هناك عدد كبير من الخبراء الدوليين المعنيين بالأمر، المحبين للخيول، واللي لهم دور كبير جدا في الحفاظ على هذه السلالات، حتى يشاركوا على أرض مصر في تطوير هذه الرياضة. تبادل الخبرات مهم جدا. النقطة اللي ذكرتها مهمة الحقيقة يا محمد، انه المنتدى بيتزامن مع تنظيم هذه البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية اللي بتنظمها القوات المسلحة برعاية وبتشريف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي بتبدأ من اليوم الحفل الافتتاحي لهذه البطولة، وبتمتد ان شاء الله حتى يوم 27 من ابريل. الحقيقة يعني هي بتتزامن مثلما ذكرنا مع ذكرى غالية على قلوبنا جميعا، هي ذكرى تحرير سيناء، مرور 42 عاما على تحرير هذه البقعة الغالية من أرض هذا الوطن، لكي تذكرنا دائما بنصر أكتوبر العظيم وبقوة جيش مصر العظيم وأبناء مصر البواسل الذين قدموا أرواحهم من أجل هذا الوطن وتراب هذا الوطن، ولكي تظل دائما مصر مرفوعة الهامة ومرفوعة الراية عزيزة أبية. بيتزامن مع هذه البطولة مثلما ذكر محمد منتدى الخاص بتربية الخيول، هو معني بتبادل الخبرات من خلال الخبراء الموجودين، كذلك أيضا بيتزامن مع نهائي دوري الناشئين وبطولة الجمهورية أيضا 128 فارس مصري بالضبط كده للفروسية. فهناك اهتمام كبير للغاية من كل أجهزة الدولة المعنية بهذه الرياضة المهمة، رياضة الفروسية والحفاظ على الخيول بهذه الرياضة، ولكي تتطور بشكل أكبر، ولكي يتم المحافظة على الخيول العربية والسلالات النادرة لما لها من مردود اقتصادي وقيمة اقتصادية مضافة في منتهى الأهمية خلال هذه المرحلة. يمكن هناك أسماء كبيرة كانت تشارك في السباقات ولها تواجد كبير في تربية الخيول وممارسة الخيول. نذكر الفنان أحمد مظهر، الكاتب الكبير يوسف السباعي، وحاليا عدد كبير من الفنانين منهم الفنان أحمد السقا. بالتأكيد هذه الرياضة التي تعيش في الفروسية اللي هي جزء أصيل من الوجدان المصري والعربي لها أهمية كبيرة، وخاصة هناك من الحصانة أو الحصون أو
حصان قد يتجاوز سعره ملايين الدولارات نظرا لأهمية هذه الصناعة التي باتت في الأونة الأخيرة مع الشكل الجديد للجمهورية الجديدة في مصر. باتت صناعة هامة يتم الحفاظ عليها من خلال الحفاظ على الأنساب وعلى الخيول الموجودة هنا في مصر وأنسابها وتطوير البنية التحتية الأساسية لتربية الخيول وتذليل كافة العقبات للأسر ولمحبي ورواد الخيول في مصر هنا للحفاظ على هذه السلالات وتنميتها والعمل أيضا على تصديرها. كان في الماضي عندما نتحدث عن تاريخ الفروسية كانت هذه الرياضة قاصرة فقط على السلاطين والنبلاء والأمراء، ثم بعد ذلك تطورت بشكل كبير وأصبح هناك اهتمام بأن يكون هناك حلبات للسباق مختلفة، ميادين مختلفة لإظهار المهارات القتالية بالنسبة للخيول، وكذلك أيضا على سبيل الترفيه في المناسبات المختلفة أيضا. ثم بعد ذلك تطورت هذه الرياضة بشكل كبير للغاية وأصبحت هناك الكثير من المسابقات، بعد ذلك تطورت إلى مسابقات عالمية واستطاعت مصر أن تحقق فيها نجاحات كبيرة. مرة أخرى مشاهدينا نعود إلى تاريخ الخيالة العسكرية ونشأة الخيالة العسكرية التي بدأت بالفعل مثلما حتى شفنا يعني تابعنا ويعني من خلال المعرض الذي تفقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل التاريخ الخاص بالخيالة العسكرية وأيضا أنه إزاي تحول أو أنه إزاي بدأ من عصر محمد علي، وكان هناك اهتمام بشكل كبير جدا بأنه يكون هناك تحديث للجيش المصري وما فيه من عتاد ومعدات، وبالتأكيد الخيول بتعتبر من أهم الأدوات الخاصة بقوة الجيش المصري. بعد ذلك تطور في عام 1922 إلى وحدات الخيالة، وبعد ذلك في عام 1968 القيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت أنه وحدات الخيالة سيتم تحويلها أو إلغائها وستتحول إلى نادي الفروسية للقوات المسلحة في نفس المكان الذي تتواجد فيه وهو في الماضة وبتتبع لإدارة المدرعات، واستطاع فرسان القوات المسلحة أن هم يحققوا الكثير من النجاحات والمراكز الأولى في مختلف المسابقات سواء كانت العربية والإقليمية وكذلك أيضا المسابقات العالمية. يمكن الخيول أو الخيالة كانت ضمن أسلحة سلاح المدرعات حتى منذ عهد محمد علي باشا، كانت جزء من سلاح المدرعات في عصر محمد علي باشا اللي أصر على تحديث الجيش المصري آنذاك، وكان من أهم الأمور التي يتم فيها تحديث الجيش هو دعم الجيش بالخيول وبالفرسان المختلفة. ظلت وحدة الخيول تابعة لإدارة المدرعات، بالتأكيد تم تطوير إدارة المدرعات بالأجهزة المختلفة، ولكن ظل سلاح الفرسان أو وحدة الفرسان والخيالة موجودة كما هي في القوات المسلحة المصرية الباسلة. ومن ثم يعني هذا الأمر هو جزء هام للغاية، لأن شخصية الفارس يكتسب كثيرا من الصفات الحميدة النبل القرامة وما إلى ذلك، وأيضا كيفية التعامل مع حصانه وكيفية ترويده. ومن ثم فإن مثلما يقول الأمثال العربية أخلاق الفروسية، أخلاق الفروسية دائما ما هي أخلاق عالية للغاية يتمتع بها الفارس ويكتسبها أيضا أو يعطيها أيضا للحصان الذي يقوده. مهارة الفارس كمان محمد يعني بناء على اللي أنت بتقوله فعلا أنه إزاي يقدر يتحكم في الخيل اللي هو بيقوم بترويده، إزاي هناك تواصل جسدي وروحي كبير جدا بين الفارس والخيل، وبالتالي الحقيقة يعني رياضة الفروسية بتعزز جدا من الانضباط، بتعزز جدا من الثقة بالنفس، من قوة التركيز، اللياقة البدنية، مسألة التواصل مع الخيول والقدرة والمهارة في ترويض الخيول على الكثير يعني من الرياضات أو الكثير من الرياضات المتعلقة بالفروسية زي قفز الحواجز، كذلك أيضا التقاط الأوتاد، ترويض الخيول، إظهار المهارات الخاصة بالخيل في المنافسات والمسابقات المختلفة. حقيقة كل هذه العناصر بتؤكد وبتعزز من مهارة الفارس نفسه، وذلك الحقيقة بيضعنا أيضا وبيضع يعني الاهتمام بمن يقوم بالتدريب. هذا أيضا موجود في مدينة مرابط مصر وموجود في نادي الفروسية هنا في العاصمة الإدارية الجديدة.
الرئاسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة الحضور الكرام، بنرحب بحضراتكم في نادي فروسية القوات المسلحة بمدينة مصر للألعاب الأولمبية اللي بتستضيف البطولة العربية العسكرية للفروسية في نسختها الأولى. مساء الخير على حضراتكم جميعا. فخامة الرئيس، في البداية بنشكر حضرتك على الاهتمام الكبير بالرياضة والرياضيين، ويمكن أكبر مثل على هذا الاهتمام هو المكان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، إضافة عظيمة للبنية التحتية الرياضية في مصر، ونقلة نوعية وجذرية لمستقبل الرياضة وخاصة رياضة الفروسية، صرح عظيم بيكفل ويمكن مصر من استضافة المزيد من الفعاليات والبطولات المحلية والدولية والأولمبية. النهاردة هذا الصرح العظيم هيستقبل مجموعة من أمهر فرساننا المصريين وفرسان أشقائنا العرب اللي بيشاركوا في البطولة العربية العسكرية للفروسية اللي بتضم 9 دول عربية في رياضة التقاط الأوتاد أو في رياضة قفز الموانع، و6 دول عربية في رياضة التقاط الأوتاد. لو بصينا على تاريخنا هنعرف أن مصر اتميزت فيها بفضل قواتنا المسلحة وشرطتنا المدنية. الخيول واحدة من أجمل وأشرف المخلوقات التي كرمها المولى عز وجل بذكرها في القرآن الكريم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمرنا بتعليم ولادنا السباحة والرماية وركوب الخيل، وده لأن الفروسية ليها أكبر الأثر الطيب والإيجابي على نفس الإنسان، وده اللي بيخلينا دايما نوصف الشخص اللي عنده مروءة وشهامة ونبل ورقي إن عنده أخلاقيات فارس. فخامة الرئيس، احنا بنشكر حضرتك شكر جزيل على تشريفك لينا النهاردة في حفل الافتتاح، وبنبدأ يومنا بعرض الموسيقات العسكرية. المجهود اللي حقيقي اتعمل فيه فخامة الرئيس، السيدات والسادة، أدعو حضراتكم لمشاهدة هذا الفيلم التسجيلي بعنوان الفروسية في مصر. الخيل خير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. من زمان الخيل بالنسبة لنا بتجسد القوة، القرار والأصالة، وطول عمرنا كمصريين الحصان معانا كتف في كتف من أول تاريخنا، وفضل الحصان يتجسد قدامنا منه معاني كتير في مجتمعنا وفي عاداتنا. ببساطة كده
احنا كمصريين بنحب تربية الخيول وركوبها، وحتى بنحب نتفرج عليها. ورسولنا الكريم قال صلى الله عليه وسلم زي ما بدأنا كلامنا: الخيل خير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. اللهم اجعل لي خير ما في هذا الخيل. الو اسد العقيد، وحشني. يا سقا فينك؟ وحشني جدا والله. بص انا نفسي اعمل حاجه للفروسيه في مصر، حاسس اني ممكن اضيف. اما يبقى عندك وقت كلمني. سقا انت فين؟ انا دلوقتي على كوبري تحيا مصر. طب تعالى على العاصمه الاداريه. هوا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا سيادة العقيد. كان لازم اجيبك تتفرج، مهما حكيت لك مش هتصدق. يلا يلا. الحقيقة لما جيت شفت مستقبل بيطور من اولادنا الفرسان اللي بيمثلوا مصر، وبيحمس أي حد هاوي إنه يشارك في رياضة الفروسية ويحترفها. نادي الفروسية ببدين مصر الدولية للألعاب الأولمبية صرح بيضم أكتر من 190 مكان لإيواء الخيول، وأرض كبيرة لقفز الموانئ، وأراضي كتير للإحماء وطلق الخيول. وأحلى حاجة في المكان إن تم بناؤه بأيادي شركات مصرية كبيرة، وكل ده داخل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية اللي بتضم استادات وملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية. اشتغلت شركة جامعة على المشروع 3 سنين. لما كلفتنا قوات المسلحة بالمشروع قالوا لنا المشروع ده انتوا هتعملوا له التصميم والإنشاء كامل بشركات مصرية علشان نعرف نعمل عليه بطولة أولمبيك جيمز. على بعد أمتار من مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية هتلاقي سور. السور ده جواه تحفة هندسية مرسومة، محطة الزهراء الجديدة للخيول العربية المصرية اللي فيها أكتر من 950 مكان لإيواء الخيول، مستشفى بيطري عالمي، فندق مجهز بغرف على أعلى مستوى، وخدمات تانية كتير جداً. وده يعد إنجاز كبير لإحياء والحفاظ على تراثنا وإعادة تنمية مجال تربية الخيول العربية المصرية اللي بيرجع تاريخنا فيها لأكثر من 1000 سنة، وخلت الحصان العربي المصري متصدر أعلى الأرقام القياسية والقيم المالية في العالم. أما عن نادي الكيان فحدث ولا حرج، فهو نادي فروسية على مساحة 140 فدان، وفي نشاطات اجتماعية ورياضية كتير زي ملاعب تنس وكرة قدم. هل انا كنت فاكر نفسي جاي اساعد؟ ده انا لسه هفرجك مشروع كان حلم كبير بالنسبه لنا، وهيبقى طفره في عالم الفروسيه، وان شاء الله يفتتح قريبا. ان شاء الله باذن الله. مدينه الخيول العالميه ورابط مصر، اول مدينه سكنيه لرواد الفروسيه في مصر والشرق الاوسط، والتي تتميز بموقع استراتيجي بالعاصمه الاداريه الجديده على مساحه تبلغ 1520 فدانا. وتقدم مدينه مرابط لرواد الفروسيه تجربه فريده من وحدات سكنيه متميزه ومولات تجاريه ومناطق اداريه ومستشفى طبي، إلى جانب ملاعب وأندية لمسابقات الخيول وإسطبلات مجهزة بأحدث التجهيزات ومدرسة متخصصة لتعليم الفروسية، مما يجعل مدينة مرابط المقصد المثالي لرواد الفروسية عالمياً. جمهوريتنا الجديدة حلم وتحقق على أرض الواقع وبمعايير عالمية، جاهزة ومرحبة لاستضافة جميع الأحداث الرياضية العالمية.
يعني الحلم بقى حقيقة. كل اللي ناقص إنك تيجي البطولة العربية العسكرية، بداية وانطلاقة عظيمة بتحط مصر على خريطة الفروسية الرياضية العالمية بمشاركة إخواتنا من الدول العربية الشقيقة. طبعا من هنا التاريخ هيكتب حكاية جديدة تماما، حكاية الفروسية في مصر. تحيا جمهورية مصر العربية. من سنة 1987 وإدارة المدرعات كانت حريصة إن نادي فروسية القوات المسلحة يكون في الصدارة، علشان كده الدولة المصرية أنشأت هذا الصرح ليكون امتداد لما تحقق من نجاحات. الآن مع كلمة اللواء أركان حرب إيهاب لطفي مدير إدارة المدرعات في القوات المسلحة المصرية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحضور الكريم، الإخوة الأشقاء من الدول العربية، فرسان جيوشنا العربية، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بسيادتكم جميعا في افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية في نسختها الأولى، تلك البطولة التي تجمع بين الشجاعة والمهارة والتي تتحدد فيها القيم العسكرية بروح التنافس والتفوق في ساحة المنافسة، حيث تتلاقى الروح الرياضية مع تقاليد الشرف والفخر العسكرية. وأنه لمن حسن الطالع أن تتواكب هذه البطولة مع احتفالات مصر بأعياد تحرير سيناء، فكل عام ومصرنا الحبيبة في أمن وأمان واستقرار. سيادة الرئيس، يطيب لي أن أرفع لسيادتكم أسمى آيات الاحترام والتقدير، معبرا عن عميق الامتنان لتشريف سيادتكم اليوم على الرغم من التزاماتكم الجسام في إحدى القلاع الرياضية الحديثة التي أطلت علينا بجمهوريتنا الجديدة، والذي يأتي تجسيدا لاهتمام سيادتكم الدائم بكافة الأنشطة الرياضية على مستوى الدولة بصفة عامة ورياضة الفروسية بصفة خاصة. ومن منطلق قول رسولنا الكريم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، أصبحت رياضة الفروسية جزء لا يتجزأ من تراثنا العسكري والثقافي. فالجواد العربي المصري له طريق عريق ونقاؤه فريد وشاهد على عمق التراث والحضارة، وتعتبر مصر من الدول الرائدة في تربية الخيول العربية الأصيلة. سيادة الرئيس، لقد كان لسيادتكم دورا بالغ الأهمية في دعم وتطوير الرياضة في مصر وخاصة رياضة الفروسية، وتحت رعايتكم شهدت الجمهورية الجديدة إطلاق مشروعات ضخمة وتطوير البنية التحتية اللازمة لتعزيز هذا المجال، وبهدف ليس فقط المحافظة على هذا التراث العريق، ولكن أيضا لتعزيز مكانة مصر كمركز رائدا عالميا في إنتاج وتربية الجواد العربي المصري الأصيل ورياضة الفروسية. ونحن الآن في نادي الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، وهي أحد أكبر المدن الأولمبية بقارة أفريقيا والعالم، والمقام عليها البطولة العربية العسكرية للفروسية. الحضور الكريم، لقد كان التعاون بين القوات المسلحة ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للفروسية والاتحاد العربي للرياضة العسكرية والدولي للفروسية وكافة الجهات المعنية بالدولة وتحت رعايتكم عنوانا وسبيلا هدفه إحياء التراث من خلال الاهتمام بالحصان العربي المصري ورياضة الفروسية. وفي إطار هذا التعاون سيتم تنفيذ بطولة دولية للناشئين وبطولة الجمهورية بجانب البطولة العسكرية للفروسية، والتي تعد أكبر مشاركة لبطولة عربية عسكرية. وفي الختام أتوجه بالشكر والعرفان للقيادة العامة للقوات المسلحة والأفرع الرئاسية والهيئات والإدارات على الدعم اللامحدود الذي تقدمه لتنمية هذا القطاع الحيوي. السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن جيش مصر كان ولا يزال الحصن المنيع والدرع والسيف الذي يحفظ الأمة قدسيتها ومكانتها. أقسم رجاله على الفداء وحمايتها من كل غادر لكي يستمر جيش مصر في الحفاظ على مكانته، ولقد كانت توجيهات سيادتكم السديدة خير عون لنا،
وفي النهاية أكرر الشكر والتقدير لسيادتكم على تشريفكم ورعايتكم للبطولة، كما أكرر ترحيبي بوفود الدور الشقيق المشاركة للبطولة، وأتمنى لهم التوفيق في منافستهم وإقامتهم في بلدهم الثاني مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفروسية ليها ارتباط وثيق وأصيل بوجدان وثقافة وتاريخ الشعب المصري والأمة العربية. الآن مع كلمة العميد الركن الدكتور يوسف دسمال الكواري رئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، السادة رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني وبالإصالة عن نفسي والنيابة عن كافة وفود الدول العربية الأعضاء في الاتحاد العربي للرياضة العسكرية بجامعة الدول العربية أن أتوجه بأسمى عبارات الشكر والتقدير وبالغ الامتنان والعرفان إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية على رعايته الكريمة للبطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية، وعلى مساعيه الحميدة لخدمة مصالح الأمة والجيوش العربية. كما أتقدم بخالص عبارات الشكر والتقدير إلى معالي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وإلى سعادة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية على كل ما يبذلونه من أجل الارتقاء بالرياضة العسكرية العربية بتهيئة وتسخير كافة الوسائل البشرية والمادية من أجل إنجاح هذا الحدث الرياضي العسكري الهام، والذي نرجو أن يكون قاعدة لتشجيع أنشطة الاتحاد العربي للرياضة العسكرية ومد جسور التعاون بين الرياضيين العسكريين العرب تحت شعار الأخوة عبر الرياضة. كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جهاز الرياضة للقوات المسلحة المصرية وإلى إدارة المدرعات بالجيش المصري وإلى اللجنة العليا المنظمة لهذه البطولة على مجهوداتهم والتنظيم الرائع والمحكم وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لمستها وفود الدول المشاركة منذ أن وطأت أقدامنا أرض جمهورية مصر العربية الشقيقة. الحضور الكرام، إننا نسجل بكل فخر واعتزاز مساهمة الوفد المصري في تعزيز مسيرة الاتحاد العربي للرياضة العسكرية من خلال التنظيم والمشاركة في عدة منافسات ولقاءات عربية عسكرية التي تؤكد حرص القيادة العليا للقوات المسلحة المصرية على دعم الرياضة العسكرية العربية وكل ما يتعلق بالعمل العربي المشترك. وفي الختام أجدد باسمكم جميعا شكري وتقديري وامتناني إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية وإلى وزارة الدفاع المصرية، وأتمنى أن تكلل هذه البطولة بمستوى فني راقي وروح رياضية عالية بما يخدم مصالحنا من خلال تبادل الخبرات والتعاون بين جيوشنا العربية وتطوير الرياضة العسكرية العربية تحقيقا لشعار الاتحاد الأخوة عبر الرياضة. وفقنا الله لما فيه خير لأمتنا العربية عامة ولقواتنا المسلحة العربية خاصة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التقاط الأوتاد من أهم المهارات التي يتمتع بها الفرسان، التي تؤكد على المهارة والجسارة والمرونة. الموجة الأولى، الطلبة خريج الدورة الأولى للفروسية. الموجة الثانية، ضباط نادي فروسية القوات المسلحة. الموجة الثالثة، طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية. يظل التاريخ شاهدا على ذلك الخيل الأصيل الذي عبر بفارسه ما بين السهول والدروب، أيقونة الجمال، درع الحرب،
بطل الأساطير، تنافس شريف يجمع الإخوة العرب في بطولة هي الأولى من نوعها، تلك البطولة التي تجمع بين الشجاعة والمهارة في ساحة المنافسة إحدى القلاع الرياضية الحديثة مدينة نصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليبرز ما تمتلكه الدولة المصرية من بنية تحتية حديثة ومنشآت رياضية متطورة. جمهورية مصر العربية، كنانة الله في أرضه، أولى الرسالات ومهد الحضارات، والشقيقة الكبرى التي تمد أيديها بالخير والسلام والمحبة لكل إخوانها العرب. المملكة الأردنية الهاشمية، نشام العرب، معين لا ينضب من المروءة والشهامة العربية. الإمارات العربية المتحدة، نموذج عربي فريد يشاع طاقة خلاقة مملوءة بالمحبة والسلام. الجمهورية التونسية، تونس الخضراء، أرض الخير والبركة والشعب المحب للحياة والسلام. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بلد أكثر من 1.5 مليون شهيد، التي أشعلت دماء شهدائها نيران كل الشعوب المتطلعة لنيل حريتها واستقلالها. المملكة العربية السعودية، بلد الحرمين الشريفين، التي استقبلت أرضها المباركة آخر إرسالات السماء لهدي الأرض. الجمهورية العربية السورية، سوريا المجد والشرف، شريكة الكفاح والجهاد على مر الزمن. جمهورية العراق، أرض الرافدين، إحدى أقدم الحضارات التي نشأت بين النهرين العظيمين. دولة قطر، دوحة العرب التي تتعانق فيها العراقة مع الحداثة. دولة الكويت، أرض عربية ثرية ومتفردة، وشعب متطلع دائما للبناء والتقدم والرخاء. دولة ليبيا، بلد المختار الفارس الذي اختار الموت بعزة وشرف عن الحياة في ذل وخنوع.
كلام في أغاني ألف حبيبتي مكافة. ده أنا مصر حبيبتي, ده أنا مصر حبيبتي في كفة وكل الدنيا في كفة. ولا أي كلام, ولا أي كلام في أغاني ألف حبيبتي وكفة. ده أنا مصر حبيبتي, ده أنا مصر حبيبتي في كفة وكل الدنيا في كفة. أم الدنيا مين ولا في زيها فين, بلدي في حبيب العين لقوي أقرب من كده. بلد عم نجيب سوى الوسمة من عندني, بليدة وبلغ والخطيب وناس كتير جنبي كده. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي, بنستأذن سيادتك يا فندم في راحة قصيرة, نعود بعدها لاستكمال فعاليات البطولة.
مرة أخرى مشاهدينا عدنا لحضراتكم في هذا الاحتفال المبهج والافتتاح المبهر الذي نشهده جميعا من هنا من العاصمة الإدارية الجديدة، والتي يعني مثلما تابعنا قد ارتفعت الأضواء في سماء العاصمة الإدارية الجديدة، هذه المدينة الذكية التي تشهد اليوم انطلاق المسابقة والبطولة العربية العسكرية للفروسية في نسختها الأولى بتنظيم القوات المسلحة المصرية وبرعاية وبتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة. حقيقة افتتاح أكثر من مبهج، هناك حالة من الاحتفاء هنا في نادي الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية. دعونا ننقل لكم بعض من انطباعات الحضور هنا من الجانب العربي أيضا وضيوف مصر الآخرين. هناك حالة من الانبهار بالبنية التحتية الموجودة هنا في نادي الفروسية، التنظيم الأكثر من رائع، وجود 80 فارس من مختلف البلدان العربية وأيضا فرسان دوليين يشاركون في هدف الرياضي الغام. هذه المضمار هو مساحة للتنافس العربي الشريف ما بين فرسان عرب جاءوا إلى هنا ليشهدوا على ما تشهده الدولة المصرية والجمهورية الجديدة في مصر. الجمهورية الجديدة التي تشهد الآن انطلاق هذه البطولة العسكرية العربية للفروسية في نسختها الأولى من هنا من مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية. هذا الصرح وهذه القلعة الرياضية العملاقة ليس فقط في مصر ولكن في منطقة الشرق الأوسط بالكامل، لما لها من مساحة كبيرة للغاية ومن منشآت رياضية غاية في التطور وفقا لأعلى وأحدث المعايير العالمية، ما يعزز من قدرة مصر ومكانتها وثقلها في استضافة مثل هذه البطولات والمسابقات والمنافسات الإقليمية وكذلك أيضا العالمية. ونحن اليوم مشاهدينا ومن هنا من مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية نشهد معا انطلاق ولأول مرة النسخة الأولى من البطولة العسكرية العربية للفروسية بمشاركة أكثر من 10 دول عربية، مثلما تابعنا اصطفاف الفرق المشاركة مصر والأردن وكذلك أيضا الكويت وقطر وتونس والجزائر والسعودية بالإضافة أيضا إلى ليبيا والإمارات في افتتاح مبهر. سماء العاصمة الإدارية الجديدة تلألأت بهذا الافتتاح المبهر وهذه الأجواء المبهجة التي تؤكد على عظمة مصر دائما وأبدا، وبشكل خاص ونحن نحتفل جميعا بمرور 42 عاما على تحرير سيناء الحبيبة، هذه الأرض الغالية علينا جميعا، لكي نتذكر معا انتصارات أكتوبر العظيمة وتضحيات الجيش المصري العظيم ورجال مصر البواسل الذين قدموا أرواحهم في سبيل الحفاظ على رفعة وتراب هذا الوطن. صحيح. مشاهدينا ما زلنا مع حضراتكم في متابعة لهذا الحدث الأبرز الذي تشهده مصر وهذا الافتتاح الكبير والعملاق للحدث الذي تشهده مصر لأول مرة وافتتاح البطولة العسكرية العربية للفروسية في النسخة الأولى بتنظيم من القوات المسلحة المصرية وكذلك أيضا بتشريف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة. بيشرفنا في هذا
هذا اللقاء لتعقيب على والتحليل طبعا أهمية هذا الحدث وهذا الافتتاح وأهمية انعقاد هذه البطولة هنا في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية. الدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير جريدة الأخبار. دكتور أسامة أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك يا فندم. طبعا دكتور أسامة زي ما حضرتك تابعت الحقيقة هو افتتاح مبهر بيليق بمكانة مصر وبقيمة مصر والأكبر كمان هو مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية اللي احنا موجودين فيها وفي نادي الفروسية. عايز حضرتك تقول لي يعني بعد ما تابعت الجزء الأول من الافتتاح رأي حضرتك في انعقاد هذه البطولة المهمة لأول مرة على أرض مصر. يعني أولا احنا عندنا حدث كبير جدا، حدث مبهر بكل المقاييس. الحقيقة هذا التجمع العربي تجمع مهم جدا. الرياضة النهاردة مش مجرد حدث أو بطولة رياضية، الحقيقة بتبقى مناسبة لتعزيز الأواصر بين العلاقات أو في علاقات الدول العربية بعضها البعض، خاصة لما تبقى بطولة على هذا المستوى من الاحترافية سواء في التنظيم أو المشاركين الفرسان المشاركين من الدول العربية. البطولة الأولى زي ما حضرتك أشرتي وده بيؤكد رياضة مصر في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى. اعتقد كمان دلالة المكان دلالة مهمة جدا، احنا بنتكلم على مدينة اولمبية بمعايير عالمية تمكننا من استضافة اكبر الاحداث الرياضية. النهاردة المرافق الرياضية اللي شايفينها لا تقل جودة ولا تقل حداثة عن احدث المنشآت الرياضية في العالم، وده الحقيقة مش غريب على مصر اللي طول عمرها في مقدمة الدول العربية والدول الافريقية وايضا في صدارة الدول العالمية اهتماما بالمنشآت الرياضية، ولينا تاريخ رياضي كبير ويمكن كمان التاريخ الرياضي العسكري ايضا من النقط المهمه جدا والنقط المضيئه في تاريخنا الرياضي. اعتقد النهارده حدث فارق، حدث ليه دلالات كبيره، واتصور ان ده ايضا اعلان مهم جدا لقدرات مصر الرياضيه في هذه العاصمه الاداريه الجديده، واعتقد انه هيكون لها يعني نوع من انواع التاثير الكبير في المستقبل وتستقطب العديد والعديد من الاحداث الرياضيه والفعاليات الرياضيه الكبرى. دكتور اسامه حضرتك اشرت الحقيقه لنقطه مهمه انه دلاله المكان اللي بينعقد في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية هنا في العاصمة الإدارية الجديدة دلالة أنها بتنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة. طبعا بالأمس القريب شهدنا جميعا تنصيب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا من هنا من العاصمة الإدارية الجديدة لفترة رئاسية جديدة من أيقونة العمران الحديث في مصر طبعا من مبنى البرلمان، واليوم احنا موجودين في أحد أهم القلاع الرياضية الحديثة جدا بما فيها من منشآت رياضية يعني بأعلى المعايير العالمية. يعني أنا أعتقد أن العاصمة الإدارية ليست مجرد مدينة، العاصمة الإدارية رمز للجمهورية الجديدة التي تقوم على العلم والعمل. من يتابع المنشآت سواء المنشآت الرياضية أو المنشآت المؤسسات الدولة والوزارات، المنشآت المعنية بخدمة المواطنين، الحي المالي والتجاري، كل هذه الأمور أعتقد أنها بتقدم وجه جديد لمصر، مصر الجمهورية الجديدة اللي بتقوم على التطور على العمران، مصر القادرة على بناء الحضارة. أنا أعتقد أن العاصمة الإدارية امتداد لمدن مصر الكبرى، الأقصر وأسوان والقاهرة والإسكندرية. هذه العاصمة الإدارية هي وجه مصر للقرن 21. أعتقد أن احنا اللي بنشوف النهاردة هذه المدينة الرياضية ملمح من ملامح الجمهورية الجديدة اللي بنتمناها لبلدنا وبنتمناها لمصر لطول عمرها رائدة في العمران وبناء الحضارة. النهاردة كلنا بنفتخر بحضارة مصر، بحضارة البنائين العظام اللي بنوا وتركوا للعالم أعظم المنشآت في العالم. كل الملايين من أنحاء العالم بتأتي لمشاهدة ما بنيناه على مدى قرون. أعتقد أن العاصمة الإدارية الجديدة وهذه المدينة الفتية والمدينة الحديثة أعتقد أيضا ستكون قبلة لملايين من الزوار اللي هيشوفوا قد إيه مصر قادرة على استمرار البناء والعمران والتحديث والتطوير. أعتقد أن كل مواطن مصري يجب أن يأتي إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليفخر بوطنه ويفخر بما قدمته الدولة المصرية وأيضا يطمئن على مستقبل هذا الوطن. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أسامة السعيد رئيس تحرير جريدة الأخبار، شكرا جزيلا على وجودك معنا. ومثلما ذكر بالفعل دكتور أسامة السعيد نحن جميعا كمصريين في منتهى الفخر بوجودنا في العاصمة الإدارية الجديدة، هذه المدينة الذكية، هذا الصرح العمراني العملاق والعظيم الذي بالفعل بيعتبر من أهم مؤسسات وثوابت الجمهورية الجديدة، ليس فقط من الناحية المعمارية ولكن أيضا الناحية المعنى الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة بما فيها من أحدث
تبعث التصاميم المعمارية لمحافظتها بشكل أساسي من التلوث، بعيدا عن التلوث لما فيها من مساحات خضراء، لما فيها أيضا من مباني معمارية بأعلى مستوى في العمران. هي بوابة الحكومة المصرية للاستثمار الأجنبي، هي تعد من أحدث المشروعات الخاصة بالتطوير العقاري. نشهد هنا في العاصمة الإدارية الجديدة كل ملامح التطور الحديث، واليوم مشاهدين مع هذا الحدث المهم الذي تشهده أرض مصرنا الحبيبة، وذلك بمناسبة مرور 42 عاما على تحرير سيناء، نشهد معا هذه البطولة وافتتاح هذه البطولة العربية العسكرية للفروسية، وذلك في نسختها الأولى بتنظيم القوات المسلحة وبتشريف السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. مرحبا بحضراتكم مرة تانية هنا من نادي الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، وهذا الافتتاح للبطولة العربية العسكرية في نسختها الأولى للفروسية. برحب بضيفي هنا بالوزير المفوض طارق عبد السلام، وزير مفوض بجامعة الدول العربية، أمين عام الاتحاد العربي للرياضة العسكرية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك. يعني في البداية انطباعات سيادتك عن هذا الافتتاح المبهج لأول بطولة عسكرية عربية للفروسية تقام هنا على أرض العاصمة الإدارية الجديدة. هي انطباع فوق الرائع، وشفنا افتتاح هايل جدا للبطولة، وبمشاركة طبعا عدد الدول المشاركة في البطولة العسكرية دي الأولى، النسخة الأولى طبعا من البطولة العربية العسكرية اللي بتعقد في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، اللي فعلا هي فخر لكل العرب وللمصريين وللعرب جميعا. حقيقة فندم يعني بالتأكيد هناك العديد من الأنشطة اللي بتجمع الاتحاد العربي للرياضات العسكرية وأيضا القوات المسلحة المصرية الباسلة، ضعنا في الصورة وكيف كان هذا التعاون ما بين كلا تلك الجهتين، هو يعني كان بكورة وإقامة هذه البطولة على أرض مصر. الحقيقة هو الاتحاد العربي للرياضة العسكرية يضم 22 دولة، 22 دولة عربية الأعضاء في جامعة الدول العربية هم أعضاء في الاتحاد العربي للرياضة العسكرية. نشأة الاتحاد العربي كانت منذ 84 في قرار بنشأة الاتحاد العربي للرياضة العسكرية من عام 84. مصر تعتبر دولة عضو في الاتحاد، وكل دولة بتنظم نشاط. احنا عندنا 22 لعبة او 22 نشاط عسكري ما بين الدول العربية، وتنظم بعضها في كل دولة عربية بتستضيف بطولة شكل، ودي النسخة الأولى الحقيقة من الفروسية اللي تعقد في جمهورية مصر العربية. أشكرك جزيلا الشكر وزير المفوض طارق عبد السلام، وزير المفوض بجامعة الدول العربية، أمين عام الاتحاد العربي للرياضة العسكرية. شكرا جزيلا. أكيد مستمرين مع حضراتكم في فعاليات البطولة العسكرية العربية الأولى التي تقام هنا بنادي الفروسية على أرض العاصمة الإدارية الجديدة.
في هذا الافتتاح الكبير للحدث المهم والأبرز الذي تشهده مصر حاليا، وهو البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية بتنظيم القوات المسلحة المصرية وبتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة الكثير من الجهات الأخرى المعنية بالخيول وبتربية الخيول. بيشرفنا الشيخ محمد بن عيسى الفيروز رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، وهي من أبرز وأهم الجهات المشرفة على المسابقة الخاصة بالفروسية فيما يتعلق بالتقاط الأوتاد. أهلا بحضرتك شيخ حمد، بداية على أرض مصر وفي العاصمة الإدارية الجديدة، وبنرحب بحضرتك طبعا ويعني بمشاركة حضراتكم في هذا الحدث المهم. الله يخليك، مشكورين على الاستضافة، ونحن نحضر اليوم حدث عالمي، نقول عنه حدث عربي، حدث كبير، افتتاح منشآت، بطولة عسكرية للفروسية وللالتقاط الأوتاد تقام عسكريا لأول مرة. طبعا بالنسبة لالتقاط الأوتاد هي الثانية، الأولى كانت دولية والحين الثانية، لكن بالفروسية كعسكرية هي الأولى. حدث كبير، منشآت كبيرة، وتشريف كبير من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تشريفه وحضوره لهذه البطولة. أعتقد حدث كبير سيسجل للرياضة الفروسية المصرية. المسلحة يتفضل الآن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإعلان عن بدء فعاليات البطولة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في البداية أن أنا أرحب بكم جميعا من هنا من مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة. ضيوفنا أعزاء في وطنكم الثاني مصر، متمنيا لكم جميعا التوفيق. واسمحوا لي ان انا قبل ما ابدا واطلق الافتتاح ان اقول لكم ان احنا من سنوات قليله مضت كان المكان اللي موجود اللي احنا موجودين فيه ده كانت ارض فاضيه خالص، وكان حلمنا ان احنا يبقى عندنا يعني منشآت رياضيه تليق بمصر وبمكانتها وبشعبها، وكان حلم. والحمد لله رب العالمين خلال يمكن 5 سنين بقى موجود كل المنشآت اللي احنا بنحلم بيها لمدينة أولمبية ممكن يعني يتم فيها تنظيم كل البطولات والمسابقات الدولية طبقا لكل المعايير بتاعت الاتحادات المختلفة. احنا بنتكلم مش بس على هنا الفروسية النهاردة، لا، احنا بنتكلم كل المسابقات، كل الرياضيات المطلوبة موجود لها منشآت تليق بهذه المسابقات على المستوى الدولي. مش عايز اطيل عليكم، بهني مصر وبهني شعبها وبهني انفسنا، وكمان بهني اشقائنا العرب على ان احنا يعني يبقى لدينا في بلادنا العربية منشآت رياضية تليق بشعوبنا. يعني برحب بكل الوفود العربية مرة تانية، بشكركم على حضوركم واتمنى لكم التوفيق في بلدكم هنا في مصر. احنا سعداء بوجودكم معنا، ونتمنى ان انتم مش بس على قد حتى فعاليات البطولة، ولكن ايضا يكون من ضمن التنظيم فرصة ان احنا نعطي اشقائنا فرصة لان هم يشوفوا جزء من اللي احنا على الاقل في العاصمة وبعض المقاصد الاخرى. مرة تانية برحب بيكم وبشكر كل اللي ساهم في إخراج المنشآت ديت والمدينة ديت وغيره وغيره في قد اللي احنا بنتكلم فيه ده، منشآت ضخمة في كل مكان. فبشكر اللي عمل كده وبهنيه على النجاح، وأنا بتكلم على الشركات المصرية وبتكلم على المسؤولين المصريين هم اللي عملوا ده بفضل الله سبحانه وتعالى. فعلى بركة الله، واسمحوا لنا أن أعلن افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية، وأتمنى لكم جميعا التوفيق. شكرا جزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. تبدأ الآن فعاليات البطولة الدولية للأعمار السنية والمؤهلة لنهائي المجموعة السابعة تحت رعاية فخامة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والقائد الأعلى للقوات المسلحة. نستعد الآن ونستقبل أول المتمرين. We're welcoming now in the arena the first rider of the Children Cross, Razan Ahmed Sober and Idefex de Somme. إذن نرحب الآن بأول المشاركات في هذه البطولة الدولية للأعمار السنية المؤهلة لنهائي المجموعة السابعة. نرحب بالفريق على فعاليات البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية والبطولة الدولية للأعمار السنية والمؤهلة لنهائي المجموعة السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية سنة 2024. ونبدأ بالناشئين مع رزان أحمد صابر وإندفيكس دولا سالم. وطبعا مع أول مانع القصة بتدور حوار ما بين الفارس وما بين الجواد واجتياز الموانع. مهمة الفارس إنه يوصل الحصان عند نقطة الانطلاق أو حيز الانطلاق علشان يكون الحصان في سلام لما ينط المانع يعدي من غير ما يلمسه. فمهمة شقة على الفارس ومهمة أيضا صعبة على الحصان. الحصان من غير فارس ما ينفعش والفارس من غير حصان ما ينفعش. ثنائي نعم. مشوار طويل بيتم في التدريب زي ما شايفين حضراتكم. الفارس بيزبط الخطوة بيخلي الحصان كده ككتلة واحدة علشان يوصل ويزق بجسمه ويطلع فوق المانع. مهمة الفارس مهمة كبيرة جدا. بياخد قرارات في ثواني. شوف هنا الحصان اتفاجئ بالمانع ما وصلش مظبوط عند حيز الانطلاق فكانت النتيجة امتناع بأربع نقاط جزاء. هترجع تاني لانه ده الثنائي لازم ترجع تاني على المانع الثنائي وعلى خطوة تكمل وتكمل بعد كده لاخر مانعين وتعدي الفارسة رزان أحمد صابر والجواد إندفيكس دولا سالم بأربع نقاط جزاء. الزمن 79-66 وزمن 79 ثانية 66 من مية. هذه البطولة لازم الفارس يعمل بدون نقاط جزاء علشان وأقل زمن عشان يكسب. الفارسة القادمة هي الفارسة ليلي حسن والجواد جيانتا بي من فارسات القوات المسلحة أيضا وفارسة واعدة وكسبت في بطولات الجمهورية وكأس مصر. طبعا العلاقة ما بين الحصان والفارس علاقة وتيدة جدا. الفارس بياخد وقت وبيتمرن مع حصانه وبيديله وقت. ليلي حسن جيانتا بي جمهورية مصر العربية. نتابع ونشوف أدائها مع حصانها اللي طبعا ماشي زي ما هي عايزة. هي اللي بتوجهه هي اللي بتقوله هتروح فين وبتظبط الخطوة علشان توصل مظبوط عند حيز الانطلاق. لكن امتناع مفاجئ مفيش مشكلة تكمل وتزنق وتعدي المانع بسلاسة وتروح للمانع اللي بعديه. اختصرت السكة ليه؟ عشان الزمن. فلف الضيق ده بقى حنكة من الفارس. قرار سريع تاخد قرار عشان تقلل الزمن فراح تلف ضيق. برافو عليلي. وتكمل تزبط بقى هنا حصانها. بيحصل ايه؟ بتحاول ترجع مركز الثقل ناحية الارجل الخلفية عشان دي اخر حاجة الحصان بيزق بيها المانع بيزق جسمه عشان يطلع على المانع. فمهمة شاقة للفارس. تتخيلوا
ان المجهود اللي بيبذله الفارس علشان الزمن اللي حضراتكم شايفينه ده قد ايه بيساوي تلت ساعة مباراة كرة قدم. اربع نقاط جزاء و 66 ثانية و 83 ملمية ليلي حسن وجيانتا بي. اداء جيد طبعا. الضغط والضغط العصبي وبطولة وبطولة دولية طبعا. الفرسان بتكتسب الخبرة مع الاحتكاك وبتتحمل هذه الضغوط. برافو عليهم. حتى الآن أحسن نتيجة لليلي حسن وجيانتا بي. الفارس القادم أدهم محمد عبد المحسن والجواد أبردين فان بولدرزيتش. هو حاطط خطوة هادية شوية، المفروض يحط خطوة منتظمة سريعة سنة، دي بتخلي الحصان يوزن نفسه. الحصان تلت تخماس وزنه على كتافه، دي حاجة طبيعية عشان ربنا خلقه يستخدم أرجله الخلفية للدفاع عن النفس ويرفس، فالوزن أكتر على الأمام. في الفروسية وقفز السدود المهمة لازم تبقى مختلفة، الوزن يرجع على الأرجل الخلفية عشان الحصان تبقى أكتافه خفيفة ويطلع هذه الارتفاعات. فدي بتيجي من فين؟ الفارس يضغط برجليه بيستند بإيده فالحصان يدخل في بعضه، بنقول يتجمع. تخيلوا كده حضراتكم أربع نقط جزاء توقيع المانع. تخيلوا حضراتكم الحصان عبارة عن جزئين، جزء أمامي وجزء خلفي، ترسين وما بينهم الظهر. الظهر يتقوس لأعلى، الحصان يدخل في بعض فيبقى زي الطلقة زي النبلة. مهم جدا وبأداء جيد ولطيف وظريف يعدي الفارس محمد عبد المحسن والجواد أبردين وأربع نقاط جزاء واثنين وستين ثانية وفي صدارة القائمة حتى الآن لأقل زمن. الفارس القادم هو الفارس ياسين البسيوني أصغر الفرسان والجواد باونتي دو مارس. هنشوف بقى هذا الجواد مع هذا الفارس. الفارس بيبدأ يركب الحصان في سن 6 سنين ونص 7. ليه؟ ده الوقت المناسب لعضلاته وتكوينه جسمي. هتسألوني سؤال، يا ترى الفروسية بتعمل ايه للفارس؟ بتغير منه كتير جدا في شخصيته. المنطوي بيتلاقوا مقدام وبياخد قرار. ليه؟ تعالوا نتابع. بياخد قرار هنا يظبط، شوفوا فين هيطلع وهيوصل ازاي وحاسس بحصانه وبياخد قرار. فطبعا الولاد بتتغير شخصيتها، بيلاقي نفسه بيطلع قراراته. طبعا في هذا الصرح العظيم اللي معمول في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة مصر للألعاب الأولمبية واللي فيها تجهيزات على أعلى مستوى، الأسبوع الماضي كان في كأس العالم مقام في السعودية، نهائي كأس العالم للقفز السدود، ولكن بهذا المكان مصر تنافس بقوة على استضافة الأولمبياد إن شاء الله في القريب العاجل. أربع نقاط جزاء و 54 ثانية و 14 من 100 من الثانية وفي المركز الأول حتى الآن أقل زمن. أربع نقاط جزاء. النهاردة اليوم الأول، فاليوم الأول الخيول بتبقى لسه بتبص للأرض وبتبص للسدود. أدي مصمم المباراة الفرنسي ميشيل اسمعلون، ده مصمم المباراة هو اللي بيحط خط السير. نروح لحسن هشام فرج والجواد لنان. حسن من الفرسان الواعدين وبدأ يمارس الفروسية من الصغر وارتبط بقى، ارتبط مش هو وحده، هو وأسرته والده ووالدته والأسرة كلها. الفروسية دائما رياضة بتجتذب الأسرة معا، عشان كده بشجع لو أي حد عايز يمارس هذه الرياضة يروح ويدور ويشوف فين، هتكتسبوا خبرة كبيرة جدا وهتكتسبوا
ترابط أسري قوي جدا. الفروسية من 7 ل77 سنة محدش يقول راحت علي. متابعينا حسن بيقرب للمانع علشان يوصل مظبوط وبيضغط برجليه وطبعا اختصر السكة لف دوران ضيق باين على الشاشة علشان يروح للمانع رقم 6 وطبعا بيفكر بقى في بدون نقاط جزاء وحصانه هنا حصانه هو اللي قال له انا اللي هساعدك. دي اوقات بقى الحصان اللي عنده خبرة بيساعد الفارس واوقات برضو الفارس يساعد الحصان عشان كده علاقة قوية جدا معه. برافو يا حسن. طبعا الجمهور كمان بقى سخن وبدأ يشجع والاخر مانع ويعدي حسن فرج بدون نقاط جزاء وزمن 57-25 57 ثانية و25% وفي المقدمة حسن فرج وحسن هشام فرج والجواد لنان. برافو يا حسن. بصوا بقى تعبيرات الفارسة القادمة. رزان احمد صابر والجواد زار مارجوتيير. الفارسة شايفين بقى الضغط اللي عليها وتركيزها. الحصان بيركز والفارس بيركز. هتقولوا لي بعرف منين الحصان بيركز؟ بصوا على ودانه هتلاقوا الودان بتتجه للامام يعني بينظر زي النظارة المعظمة كده. عينين الاتنين بتروح ناحية المانع. بصوا بيركز والفارس كمان بيديله الامر بيقول له خليك معايا انا اللي هوصله. بتسند علشان الحصان توازنه ما يروحش على كتافه. كل ما الحصان زادت سرعته كل ما نزل على كتافه ويبقى صعب تظبيطه فبيحتاج شغل وتدريب وليونة عضلاته تبقى لينة جدا. على المانع رقم 6 وحتى الآن أحسن زمن هو 57-25 لحسن هشام فار. يا طوى بقى يا رزان هتحققي زمن أقل من 57-25؟ يلا يا رزان وآخر منعين وتكمل وتعدي رزان بدون نقاط جزاء و 62-68 62-68 تجعلها في المركز الثاني. رزان 62-68 بدون نقاط جزاء وحسن في المقدمة ب 57 ثانية و25 من 100. المنافسة بتشتد ومحتاجة بقى الحنكة والخطة اللي حطتها المدرب مع الفارس بتاعه. في الميدان الآن ليلي حسن والجواد كادوكي. ليلي بحصانها التاني والجواد كادوكي. الفارس ليه الحق انه يشترك باكتر من حصان من ابطال مصر. وانا اشوف بقى ليلي حسن وكادوكي واحسن زمن هو 57 ثانية و25 من 100. بتتحرك علشان تكتسب زمن اقل وسرعة أعلى. وواحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ست خطوات توصل للمانع اللي بعديه تلف ضيق على طول. شوفوا بقى مختصرة السكة علشان هنا بقى يا سلام عليك يا ليلي لف الضيق وعملت السد بزاوية علشان تقلل زمنها. هل بقى تحطم ليلي 57 ثانية و25 من 100؟ يتبقى ثلاث سدود الثنائي وسدين وليلي الثنائي واخر سدين تزبط الخطوة واخر مانع وليلي حسن وكادوكي و50 ثانية 30 من 100. واداء قوي ورائع لليلي حسن 50 ثانية و30 من 100 وفي
مقدمة 50-30 بدون نقاط جزاء في المقدمة. أداء رائع وقوي وأسرع زمن لليلي حسن وكادوكي. بصوا تعبيرات ليلي، التركيز، شايفة فين الحصان هيوصل بخطوته. هي دي اللي بنقول عليها عين الفارس. الفارس بيتمرن علشان يوصل مظبوط للمانع، وبتزنق بالكعب عشان الحصان يطلع لأعلى. وأداء قوي وتعدي المانع. شوفوا بقى الفارس بيعمل ايه. الفارس بيوصل عند المانع وبيقوم من فوق ظهر الحصان عشان يبقى عضلة الظهر حرة، والحصان يطلع ويلف ويعدي ويؤدي. لو الفارس قاعد على ظهر الحصان هتبقى الآن السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.